جدلية ويليام روي الدلالية، William Roy's Evidential Argument for Evil. في عدة صور من الجدلية الدلالية للشر تم طرحها في السنوات الأخيرة، لكننا هنركز على أحد أشهر وأكثر الصور الجدلية تأثيراً في العقود الأخيرة، الصورة اللي قدمها فيلسوف الدين الأمريكي ويليام روي، اللي طرحها للمرة الأولى في كتابه المهم فلسفة الدين مقدمة Philosophy of Religion and Introduction، نشره سنة 1978. لكن من المهم أننا نشير لأن روي طور الجدلية الدلالية مع الوقت وقدم عدة أطروحات، منها سنة 1986، 88، 91 و95 منذ لحظة طرحها في كتابه لإصلاح بعض المشاكل اللي ظهرت في الجدلية من خلال نقدها، قبل ما يهجر الطرح الأول للنظرية بالكامل ويعيد طرحه بصورة جديدة تماما سنة 1996 في ورقته البحثية الجدلية الدلالية للشر، نظرية تانية The Evidential Argument from Evil A Second Look. على أي حال، في طرحه الأول روي اعتقد أن من الأفضل التركيز على نوع واحد من الشر موجود في عالمنا، واختار لجدليته معاناة البشر والحيوان الشديد اللي بتحدث بشكل يومي. دي حالة واضحة جدا من الشر، بالتحديد حالة من الشر الجوهري intrinsic evil، أي إنها سيئة بما فيها لنفسها حتى وإن قادت لوضع أو حالة خير في نهاية الأمر. روي بيطرح جدليته على الصورة دي: واحد، توجد حالات من المعاناة الشديدة اللي كائن كامل القدرة والمعرفة كان قادر على منعها بدون منع أي خير أعظم أو السماح لشر أعظم بالحدوث. اثنين، كائن كامل العلم والخير لابد أنه يمنع أي حالات من المعاناة الشديدة إلا لو لم تكن لديه القدرة على فعل ده بدون فقدان خير أعظم أو السماح بشر أكبر من الحدوث. ثلاثة، إذن لا يوجد كائن كامل القدرة المعرفة والخير. زي ما أنت أكيد ملاحظ وزي ما أشار روي، الجدلية متسقة منطقية، وبالتالي لو قبلنا مقدمتها أصبح من الضروري قبول نتيجتها، وهو عدم وجود إله، أو إن النموذج الإلحادي أكثر احتمالية في قربه من الحقيقة لتفسير حالة الوجود من النموذج الدين. المعطى الثاني في جدلية روي عادة ما بيطلق عليه الفرضية اللاهوتية The Theological Premise، لأنه بيصور الإله الكامل وتصرفاته في حالات معينة، بالتحديد في حالة المعاناة الشديدة لابد أنه يمنعها طالما أنها لن تمنع خير كبير أو هتسبب شر مساوي أو أعظم. يعني ببساطة، كائن كامل الكمال لابد أنه يمنع شر من الممكن تجنبه avoidable أو لا هدف له pointless وغير ضروري unnecessary. الفرضية اللاهوتية في جدلية روي غير قابلة للجدال، وواضحة وبالضرورة صحيحة في مفهوم المتدينين، أو على الأقل ظلت كده لسنوات طويلة في بداية طرح الجدلية. لكن في السنوات الأخيرة أصبح في عدد متزايد من المتدينين بيشككوا في الفرضية اللاهوتية لروي، لكن الطريقة دي بتعد راديكالية أو غير عادية، وأحيانا بتوصف شاذة في التعامل مع الجدلية، لكن بالنسبة للعديد من المتدينين هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على إيمانهم وقبول معاناة البشر الغير مبررة في كتير من الأحيان، بالتحديد بعد أنصار حركة الإيمان المفتوح Open Theism اللي اتطورت في أكناف تيار المسيحية التبشيري البروتستانتي Protestant Christianity سنة 1980، واللي بتقوم على دمج الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي، وبالتحديد بتركز على التعمق في فهم معرفة الله المسبقة وكمال قدرته. أنصار الحركة دفعوا عن فكرة أن في رؤية دينية توحيدية للعالم متسقة مع فكرة الشر الغير مبرر Gratuitous Evil. الفكرة طرحها اللاهوت المسيحي الأمريكي كلارك بينوك مع آخرين في اللي بيعد اليوم المانيفستو لحركة الإيمان المفتوح، وهو كتاب انفتاح الله تحدي إنجيلي لمفهوم الله التقليدي The Openness of God A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God اللي نشره سنة 1994. لكن بالرغم ان فكرة الإيمان المفتوح جزء من التيارات والحركات الدينية، إلا انهم بيطرحوا تصور مختلف بشكل جذري لبعض الخواص المميزة لصورة الإله التقليدي، بالتحديد الحركة بتفسر كمال معرفة الله بطريقة غير مشتملة على فكرة المعرفة الأولى foreknowledge معرفة كل أفعال البشر مسبقا، أو حتى على فكرة المعرفة الوسطى middle knowledge أو المعرفة بكل احتمال من الممكن أن يتخذ الكائن عاقل حر الإرادة في كل موقف ممكن. بصورة تانية، طبقا لحركة الإيمان المفتوح نهاية الكون بشكل ما مفتوحة محدش يعرفها حتى الله نفسه، بما في ذلك العمليات الطبيعية في الكون نفسه، وبالتالي أصبح في خلق الله في
في احتمالات لحدوث الشر الغير مبرر أو الشر اللي لن يقود لخير أعظم. لكن أتباع حركة الإيمان المفتوح بيقولوا إن الله قبل الاحتمالية دي لإعطاء البشر فرصة الحياة في عالم يستطيعوا فيه اختيار مصيرهم بحرية تامة، لكنه هيقوم بمحاسبتهم في نهاية المطاف على أفعالهم، وهيقوم بمكافأة اللي وقع عليهم شر خارج عن إرادتهم بسبب سوء استخدام بشر آخرون لحرية إرادتهم أو بسبب شر طبيعي، مثلا الطفل اللي اغتصب أو قتل. فكرة عالم مخطط The Blueprint World View فيها العالم تم خلقه طبقا لخطة إلهية مفصلة ومحكمة فيها سبب لكل حدث أو فعل في التاريخ، تم استبدالها بفكرة إله قبل المخاطرة بإعطاء مساحة التحكم للكائنات العاقلة والآليات الطبيعية في الكون، وبالتالي أعد نفسه لقبول احتمالية حدوث الشر الغير مبرر. في الحقيقة حركة الإيمان المفتوح اشعلت جدل حار في السنوات الأخيرة وتلقت هجوم من عدة جهات. الإشكالية في قبول ادعاء الإيمان المفتوح هو إننا هنقبل بتصور إيماني فيه العالم بلا تحكم أو إدارة من الله ومصير البشرية مفتوح النهاية، وبالتالي هيكون من غير الممكن قبول إن خطة الله للعالم هتتم أو تنجح في النهاية، وهيكون وقتها من الصعب الثقة في هذا الإله. بصورة تانية، حركة الإيمان المفتوح بتضع البشر والكون تحت رحمة قوة عمياء مظلمة خطرة فيها لا يمكن السعي نحو النجاة بإرشاد إله شخصي نعبده نحبه نقدره، أو زي الجملة المنسوبة لأينشتاين ما قالت: الله لا يلعب الزهر بحياتنا، God does not play dice with our lives. لكن ده معناه إن الله ما بيلعبش الزهر بالمرة. بمعنى تاني هيكون من الصعب إننا نقبل فكرة الصدفة أو الاحتمالية في رؤية العالم المتدينة. النقد الموجه لحجة روي عادة ما بيركز على الفرضية الأولى للحجة اللي عادة ما بيطلق عليها الفرضية الواقعية The Factual Premise، لأنها بتدعي التعبير عن حالة الواقع في العالم. الفرضية ببساطة بتقول إن في حالات من المعاناة والشر الغير مبرر في الكون. عند روي حالة من حالات الشر الغير مبرر هي لو كائن كامل القدرة والمعرفة كان قادر على منعها بدون فقدان خير أعظم أو السماح لشر أعظم بالحدوث. روي بيدعم فرضيته الواقعية بتقديم حالات من المعاناة والشرور الغير مبررة. الحالة الأولى اللي بيعرضها هي حالة الغزالة بامبي اللي قدمناها في بداية الحلقة، اللي بتقع ضحية لحريق كبير في الغابة وبتتعذب لأيام تحت تأثير حروقها قبل ما تموت في نهاية الأمر. روي بيقدم الحالة دي على مثال تقليدي بيحصل في الطبيعة طوال الوقت لشر غير مبرر كان من الممكن لكائن كامل القدرة والمعرفة تجنبه دون فقدان خير أعظم أو تقديم شر آخر. الحالة التانية قضية سو اللي طرحناها برضو في بداية الحلقة، وبتتعرض لقصة طفلة حقيقية عمرها 5 سنوات اتعذبت واغتصبت وتم خنقها حتى الموت في عشية رأس سنة 1986. روي في اختياره للحالتين حاول يقدم نموذجين صعبين جدا للشر الطبيعي والشر الأخلاقي الغير مبرر لو كان في وجود لكائن كامل القدرة والمعرفة، وبعدها بيجادل إن لو النموذجين دول كانوا غير كافيين لتقديم جدلية دلالية على الشر الغير مبرر، إذن لا توجد أي حالة أخرى قادرة. لكن من المهم إننا نضع الجملة دي في سياقها، وهو لو اكتشفنا إن الله غير قادر على منع الحالتين دول دون منع خير أعظم أو شر أعظم، روي بيجادل إنه لا توجد حالة معروفة بالنسبة لنا فيها كائن كامل القدرة والمعرفة من الممكن إنه يبرر السماح بالنموذجين دول. إذن أغلب الظن إن الحالة دي لا توجد، أي إنه لا يوجد خير إحنا على علم به الله من الممكن إنه يستخدمه في تبرير النموذجين، وبالتالي الفرضية الواقعية صحيحة. لكن إيه يا ترى الفكرة الرئيسية اللي قائم عليها طرح روي؟ هي وجود حالة جيدة معروفة بالنسبة لنا، A good state of affairs we know of. إيه يا ترى الحالة الجيدة المقبولة لينا؟ طبقا لروي معرفة الحالة الجيدة من الأمور بتتم بواحد إدراك الحالة، 2 الاعتراف بأن الحالة جيدة في جوهرها intrinsically good. أمثلة على الحالات الجيدة في جوهرها حالات زي السعادة اللذة الحب إلى آخره،
روي بيحاول يقول لنا إن لابد من تحديد مجموعة حالات خير معروفة، لأن حالات الخير حتى وإن كانت غير معروفة في الحاضر لابد إنها تكون واحدة من حالات الخير المدركة بالنسبة لنا علشان نقدر ندرك إنها خير. على سبيل المثال، في حالة قصة الطفلة سو، حالة الخير من الممكن إنها تكون النعيم الأبدي في الآخرة، بالرغم من إن مش واضح لنا بدقة إيه مكونات النعيم الأبدي، وبالرغم من إننا غير متأكدين إن الخير ده هيتحقق، إلا إن دي واحدة من حالات الخير اللي من الممكن إنها تكون جزء من مجموعات حالات الخير المعروفة بالنسبة لنا. لكننا ما نقدرش نبرر سماح الله بحدوث الشر الغير مبرر لسوء بدون تحقيق actualization لحالة الخير في وقت ما. بالاستنباط الاستقرائي inductive inference، روي ما بيدعيش انه على علم يقيني او قادر على اثبات ان حالات المعاناة او العذاب اللي تعرضت ليها الغزالة او سوء بلا مبرر، وبيعترف ان من الجائز ان يكون في سبب مبرر لمعاناة الغزالة او الطفلة هيحقق خير اعظم لو تعرضوا للعذاب، والسبب ده قد يكون مجهول لينا، لكنه بيجادل اننا بنمتلك ارضية عقلانية على اساسها من الممكن ادعاء ان وجود كائن كامل القدرة والمعرفة كان لابد انه هيمنع الشر الغير مبرر طالما لم يمنع خير او شر اعظم، وبالتالي احنا مبررين في الاعتقاد بصحة النتيجة وهي عدم وجود الكائن ده.